شاهد دي ماريا يعلق على تصرف محمد صلاح نحو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. هل يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أغلى اللاعبين أجرا؟ ماركا تحدد ترتيب محمد صلاح. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شاهد دي ماريا يعلق على تصرف محمد صلاح نحو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. تشير تقارير إعلامية إلى أن كونسورتيوم مشترك من المملكة العربية السعودية وقطر قد يتقدم بعرض لشراء نادي ليفربول بقيمة 4 مليار دولار. مستثمرون من السعودية وقطر اتفقوا على التعاون في محاولة مشتركة لتقليل فرص الوقوع في حرب مزايدة باهظة الثمن للنادي الأكثر نجاحا في كرة القدم الإنجليزية. جاء ذلك بعد أن عرضت مجموعة في نواية رياضية الفريق للبيع الشهر الماضي، وعلى الرغم من أنها قد تفكر في بيع حصة النادي إلا أن البيع الكامل سيكون خيارها المفضل. وهذا التوجه يمثل علامة على تحسن العلاقات بين السعودية وقطر في مايو أيار الماضي، وتم بيع تشيلسي مقابل 4.9 مليار دولار، لكن بعض المحللين توقعوا بالفعل أن يجلب ليفربول سعرا أعلى. وقال كونراد ويتشيك رئيس قسم التحليل الرياضي في جلوبال داتا: قد يصل بيع ليفربول لأكثر من 5 مليارات دولار، حيث يحقق النادي أكثر من 160 مليون دولار من صفقات الرعاية الخاصة به بالموسم 2022-2023. يعد نادي ليفربول أحد جواهر تاجر رياضية العالمية، وسيحقق بيع ربحا للمجموعة حيث أنها قامت بشراء النادي مقابل 300 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 478 مليون دولار في ذلك الوقت في عام 2010. بالتالي فإن إعادة البيع بأكثر من 4 مليارات دولار سيمثل ربحا كبيرا. هل يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أغلى اللاعبين أجرا؟ ماركا تحدد ترتيب محمد صلاح. وجاءت قائمة اللاعبين الأغلى أجرا في العالم وجود محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزية وقائد منتخب مصر في المركز الخامس بين اللاعبين الأكثر أجرا في العالم. ونستعرض معكم قائمة أغلى 10 لاعبين أجرا في العالم. جاءت المرتبة 10 من نصيب اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي صاحب 31 عاما، والذي يبلغ أجره 23 مليون يورو. ثم حصل الإسباني أندريس إنيستا صاحب 38 سنة على المركز 9 بعد وصول أجره نفس الأجر، لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين 23 مليون يورو. ويأتي البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد في المركز 8 بعد تقاضيه أكثر من 25 مليون يورو. وقد أعلن صاحب 31 عاما اعتزاله الدولي من يومين وبعد خروج منتخبه الوطني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 الجارية في قطر حاليا. وأيضا يحتل البولندي ليفاندوسكي مهاجم برشلونة وصاحب 34 عاما المركز 7 لبلوغه أجره أكثر من 25 مليون يورو، وهو نفس أجر البلجيكي إيدن هازارد. أمنيك يقدر محمد صلاح كثيرا والاتحادات الوطنية في أفريقيا ضوضاء فقط. أكد إيمانويل أمنيك أسطورة الزمالك ولاعب برشلونة السابق احترامه وتقديره للدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، مشددا على أن قارة أفريقيا في حاجة لتطويرها على مستوى الاتحادات الوطنية. وقال أمنيك في تصريحات تلفزيونية: الاتحاد الأفريقي لديه خطط من أجل تطوير المسابقات في القارة بشكل عام، ولكن لا بد من التنسيق مع الاتحادات الوطنية داخل القارة. وختم: عندنا لعيبة كتير مميزة في أوروبا منهم محمد صلاح اللي أنا بحبه جدا وبحترمه جدا، لكن لازم الاتحادات الوطنية في أفريقيا تساعد اللعيبة ويبقى في تطور وخطة واضحة لتطور اللاعبين الأفارقة. من طراز فريد تشافي يعلق لأول مرة على إمكانية تعاقد برشلونة مع محمد صلاح. علق تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسبانية عن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب المصري الوطني ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزية. وقال تشافي في مقطع فيديو مع اليوتيوبر المصري عمرو نصوحي عن محمد صلاح: إنه لاعب كبير ومميز ومن طراز فريد. وأضاف تشافي مازحا بعد سؤاله عن إمكانية تعاقد برشلونة مع صلاح: من المستحيل التعاقد معه وليفربول لن يتركه. وأتم: يورجن كلوب من الممكن أن يقتلني إذا فعلت ذلك، وكل ما هو آتي على لسان محمد صلاح. تحدث محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزية ومنتخب مصر عن جزء من رحلتي واحترافي في عالم الساحرة المستديرة، وقال مو في سلسلة بعنوان
وقال مو في سلسلة جديدة من فيديوهات من إنتاج كيو بعنوان رحلة بطل، أحاول دائما معرفة المزيد وأعرف دائما ما يمكنه تحسينه وما أحتاج إليه، أحاول فقط أن أكون سعيدا طوال الوقت، وأحاول دائما تفكير ما أفكر به حتى أكون سعيدا. أنا ممتن لكل ما لدي، أنا فقط أشعر بأنني محظوظ لوجودي حيث أكون، وأحاول فقط الاستمتاع به. ليفربول يداعب محمد صلاح من معسكر دبي، احذر. رصد نادي ليفربول أداء الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات نادي ليفربول بفيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي للريدز على موقع تويتر خلال اشتباك بسيط بينه واليوناني تسميكاس والتي أصيب فيها الأخير قبل أن يستكمل المران. وعلق نادي ليفربول على الفيديو الذي أشار فيه إلى محمد صلاح قائلا احذر في مداعبة خاصة وأن الواقع لم تكمل الثواني، حيث تبادل ثنائي الضحك في واحدة من مشاهد السعادة التي ينثرها الفرعون في تدريبات الريدز، وتوج محمد صلاح جناح ليفربول بجائزة أفضل هدف مع ريدز خلال شهر نوفمبر الماضي، وتوقفت الدوريات الأوروبية الكبرى بيك فايف في 20 من نوفمبر الماضي بسبب بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 من ديسمبر الجاري. حصد الهدف الأول الذي أحرزه النجم المصري محمد صلاح داخل شباك توتنهام في الجولة 15 ببطولة الدوري الإنجليزي بجائزة الأفضل خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو ما أعلنه نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. بداخل شيء من أجريج محمد صلاح يتحدث عن رحلته الاحترافية. تحدث محمد صلاح قائد المنتخب المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن رحلته الاحترافية في سلسلة جديدة من فيديوهات بعنوان رحلة بطل. في كل حلقة سيشارك هؤلاء النجوم العالميون تجاربهم الحياتية. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. من سيفوز بكأس العالم في قطر 2022؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد أولا بأول لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.